جرابات سور؟ نزل بجرابات وبيض من شو بيشكو؟ بعدين قد ما كويتهم ما رح ينشفوا. بلا ما تمرض. على اساس كثير حدا سائل امرض ولا لا؟ ما لانه ما حدا سائل اذا مرضت ولا لا، فيك تنزل بجراباتك البيض. والله منيح اني ما كنت مذيع بالتلفزيون، شو كنت رح تساوي وقتها؟ هلا انتو ليش بهالبيت قوموا الغسيل لحتى الواحد ما يصير عنده شيء يلبسه؟ وانت ليش ما بتغسل جراباتك لما يتوسخوا على ايدك؟ لساتهم رطبين. شو لعيت؟ بعدين انت من ايمتى بتهتم؟ ولا مشان الست لينا؟ شو لينا؟ مجنونة انت؟ مرت سعد هي، يعني مرت اخي. اوعى سارة هلا جني، هي قصص ما بيمزح فيها بنوب، اوعك. قعد. إذا لينا مرت أخوك، ليش مبارح كل الوقت سيرت على لسانك؟ على لينا طلعت، ولينا نزلت، ولينا قعدت، ولينا مدري شو؟ وشي بوشها بالمكتب طول الوقت، عن شو بدك يعني احكي؟ لا تحكي عن شي، أصلاً طول عمرك بتغط أنت ورفقاتك من أول ليل لآخره وما بتحكي شي. أنت ليه عم تنشفي غسل هون؟ مين شاف أسرع؟ سارة، إيميلي هالفكرة نهائياً من راسك لأنها لهالدرجة مقرفة بالنسبة إلي. لينا عن جد مرت أخي. حتى لو هلا هن مطلقين بكره بيرجعوا لبعض، ولو ما رجعوا هالسخافات اللي براسك ما في داعي تنشريها على القطر، مفهوم؟ يلا انا كذبت عليك. معي شيء أنا دكتور؟ لا لا بعيد الشر، إن شاء الله سلامتك، ما معك شيء. أنا ما بفتح العيادة الصبح بعمل عمليات، المساء بستقبل زباين. أنا آسف ما بعرف ليش كذبت وما بعرف ليش قلت لك تعي الصبح، يبدو في أشياء كثير ما بعرفها. ما في شيء اسمه ما بنعرف دكتور. مظبوط. كثير شغلات بحس انه لازم احكيها لنادية وما فيني احكيها. انا بحبها لنادية. اذا بتحبها دكتور ليش ما بتحكي لها؟ ليش ما بحكي لها؟ لانه هي مشاكل مشتركة. قضينا كل حياتنا ونحن عم نحاول نجاهلها، ولا نحن صغار وناخذ عقل وحلوين، بس هذا كله بيؤدي لتراكمات. التراكمات هي بتعمل مشكله كبيره، وبالمشكله الكبيره بيصير في انفجار. بتعرفي انت بالانفجار بتعلى الاصوات وما بيقعد حدا يفهم الثاني، ما بيقعد حدا يقدر يحكي جملة مفيدة واحدة. منرد منتصالح ومنرد منغطي على المشكلة الحقيقية. كأنه إذا ما حكيتوا فيها بتبطل تكون موجودة. بعرفوا منيح كثير هالشعور. أنت وجوزك هيك؟ أنا وجوزي في بيناتنا مشاكل، بس حتى هي المشاكل مانا مشتركة. أنا آسف. أنا حبيت نحكي. هلا انت اكيد عم تقولي لحالك انه معقول ما في حدا احكي له؟ هو عمليا في كثير ناس، بس مين له خلق؟ يعني انا لمين بدي اقول انه انا خايف، انه انا وحيد، انا خايف من الموت، لمين بدي اقول؟ تستحي تحكي لحدا، بدك تحكي لحدا ما بيعرفك، يمكن مشان هيك بتحب الانترنت. وين؟ صار لازم امشي. لازم تمشي. ايه انا اسف، يعني بالنهايه انت مالك مضطره، يعني انا بجوز كمان بكون ممل انا. طب احكي لك كلمة، يعني قاطعيني قولي لي ايه لا، كثير بتسكتي انتي.
في شغله بهالبيت غيري. شو هالبيت؟ شو هالعيشة؟ سكر. لا لسه. وهلا. لا لا لسه. وهيك سكر. لا لا. مش الحال مش الحال. كل شيء خربان بهالبيت، كل شيء. العمى شو هالعيشة؟ شو من حالك؟ طولي بالك. خلص حبيبتي، انت غيري اوعيكي، وانا الظهر بمرق وبجيب معلم صحية وبجيب صالح، كل شيء خربان بالبيت، انت بس روقي. ما عندك غير هالكلمة، ما بدي روق. طيب لا تروقي، خليك عصبية. بدك شيء جبت لك معي؟ يعني حرام اذا كان في شيء رجالي يقول لي هالجمله. لك احمدي ربك انه في حدا عم يقول لك ياها ولو. اي شبك شو صار؟ فلتت الشكاله تبع البطيخه. خدي روح اشتري واحدة جديدة، خدي بالجبة. لوتي انت الحق عليك، جبتيه لوشك لشو كثرة الغلبة؟ تعرضي عليه شغل بنفس المدرسة اللي بتشتغلي فيها؟ شو فرقت يعني؟ اساسا هي قصة بعيدة عن العين بعيدة عن القلب مو ظابطة. لا امبلا، بدليل انك كنتي احسن من هيك قبل ما تشتغلي. لك مو احسن، كنت اسال ادهم 5000 سؤال لحتى اعرف وين السيد يعرب. بعدين بناتنا ما عادوا استحوا. لك مو معقول اللي عم بصير كله رزقان فيك، قالوا حياتهم مش عارفين الرجال. يو طالبه؟ قلت لها لا نسات. يا عم والله عظيم كل اللي عمره تحت 30 سنه وما انا متزوجه لزقان فيه، بس هو مو متشوش ولا وحده فيهم. فانا شو قلت لحالي؟ انه السيد يعرب اكيد في شيء. لسه قال لك انه عم نقول خيو اخيرا. ليش حبيبتي؟ مو انت بزماناتك قلتي لي انه يعرف ما بيوفر حدا؟ معناتها في وحده بباله. صايره مريضه هون. لك واحد بلعتي اياها بلع، قلتي له انا بحبك. واضحه، ما بده اياكي، حاج تعبي حالك على الفاضي. لانه في شيء مليان حتى عم تعب حالي على الفاضي هون. امي بدها اياني اتحجر مشان اتجوز. وانا من فتره كنت عم اقول لها لاماني بدي محبس. يا حرام وضعنا شو بائس. شله، لامين بعضنا. أنا بدي محبس وأنت بدك أي زلمة تتجوزي وبس. لا، إذا مو يعرف بدي إياه كثير حلو ومعه مصاري وبن عيلة بحبه شوي، هو لازم يكون بحبني كثير. كل هدول عشان تطمن انه بنتك لا نمو. ايه هلا في سياسه بالروضه انه ما نقبل عدد كبير مشان تكون العنايه فيهم كامله. كل 3 اطفال في مشرفة عليهم. طيب لو سمحتي فيني شوف الغرفه اللي رح تقعد فيها لهنا؟ ولو تفضلوا. لك خيم هذا انت؟ حبيباتي شلونك يا بطل؟ هات وزن، هات وزن. يلا حبيبتي يلا. طيب مو برد على الاولاد حاطينهم برا هيك؟ هلا عم يلعبوا ويحركوا، يعني هذا الشيء بيعطيهم طاقه. كمان اليوم الجو لطيف، حبيباتي بعد شوي، هلا اكيد بايام البرد ما بنخليهم يلعبوا، تفضل هاي الغرفة. كان ضروري تنزلني. انت قلت لي صار لك اسبوعين ما طلعت برات البيت. انا ما بدي شيء، شوف شو بدك تطلب؟ 2 قهوة، واحد وسط وواحد سادة، ركز لي اياهم منيح، تركي. يلا. بابا انا هلا مو لازمني،
إذا لزمني أنا بقول لك. ما راح تقول لي على أساس مصاري حرام ومصاري الكباريه حلال. يا أخي اعتبرن دينة. شغلة ما لها علاقة بالحلال وبالحرام. الحديث هذا حاكينه من زمان. كل الشغلات حاكينا من أول وما في شيء تغير. مشان هيك ما عم تحكي معي. لا. حط عينك بعيني أبو يوسف. مشان هيك ما عم تحكي معي. أي شيء رح نتناقش فيه رح نقع بنفس الإشكال. طيب. شو رأيك نحكي بالسودان؟ بجنوب لبنان، بالعراق، بأمريكا. كمان بدنا نعلق مع بعض. بابا أنت بتحكي وكأنه الحقيقة عندك أنت وبس. ما بتنطر الطرف الثاني ليحكي. حتى إذا ناطرته ما بتسمعه. بتعتبر هذا كلياته علاقة. بابا هي الحقيقة، ما بدنا نخجل منها، ما فيني غيرها لا أنا ولا أنت. بنحب بعض. أنا وأنت وبنشوف بعض. أنت ابني. بكره بجيك ولد، بتعرف شو معنى الولد. تشتاق لي؟ هي عم بحكي لك. الله يخلي لك يا رب. لك شفت كيف انك ما بتسمع؟ يعني انا رجل عمري 60 سنه وعايش لحالي، شو في عندي احداث وسير مثلا؟ وسير شغلك ما لي حابب اسمعها، شو بدك تحكي لي؟ مثلا شو قبضت امبارح؟ مو كل الشغل هيك، بعدين فينا نحكي. والله يا بابا بحسك مو عايش بهالبلد. كل البلد ماشي هيك. لا تعمم، لا تعمم اذا كنت انت هيك. بعدين البلد ما لها ابني. على اساس قبل ما اكون قاضي كنت كثير تهتم. ما انت من يوم يومك بتهتم بيوسف اكثر مني. لانك كنت بتخجل مني. انا ما بعرف شو بتقول لرفقاتك بالمدرسه اللي بيشتغل، حتى رفقاتك بالجامعه ما بعرف شو قايلن عني. شو بدك يعني الا لرفقاتي وقت اللي كنت بصف العاشر انه ابي بيشتغل بنادي ليلي محترم مش حنصير ممسح على الكل. يوسف ما كان يخجل لانه يوسف كان ممسحه. لك شو رح أقول لليال؟ لا صار لازمني كذبة وصار معي حادث، لكن مو لهي الدرجة كمان. إلا مرضت لانا يا بعيد الشر بعيد الشر. شو بدي إلا روضة؟ لا والله مسلخ مو روضة. على أساس إذا روضة خاصة وهيك تكون عامة شلون؟ على أساس في روضات عامة. توفت أمي خيب إلا توفت أمي. هيك بصير معي كم يوم لحتى الاقي حل. جديد يا معلم بس عداد ونص. معلم معيتك سكرنا الشباك. لا الشباك خربان ما بفكر. ما انت صف لي عليه من الله يرضي عليك. لسه ما اجانا عليها خبر. ما بعرف اتصل شي ساعة ونص. اهلين اهلين. اعلنوا عن مسابقة مضيفات طيران جويات. بالله شو اعتمدي؟ بدك تطيري ولا بدك تتجوزي؟ هو التنتين بيودوا على نفس الهاوية. يلا قولي لي هلا اشتهيتك شي مرة تفرحي مشاني. ما بيقبلوا اذا كنت متزوجة ما؟ ليكي من هون لتتجوزي بجوز تكوني تقاعدتي. امي حيرتيني، شي بتطلعيني لفوق وشي بتنزليني لتحت، شي انا بنت مالي مسير وشي ما حدا رح يطلع فيني لاتقاعد. انت بنت بتطير العقل بس كمان خياراتك بتطير العقل. شو؟ وينو السيد جمال؟ مو قلتي له يجي حاكيني؟ بده يطلبني هون بالمطار؟ ايه شو بالمطار؟ اعتمدي بدك تتجوزي ولا بدك تطيري؟ هي بعرفها تشاطر بهي. هي عمو انتو معكم شامبو ببيتكم؟ شو هذا الشامبو اللي بيغسلوا فيه الجلي؟ لا حتى هاد ما وصلكم. على فكرة انت بالبيت الجلي هو عكس المفهوم تمام اللي صاير عندكم بالمجلة. الجلي هو عكس الشيء اللي بالمجلة. آخ أمك داي عليك لحتى طلعت لك. حكيت أنا بس تكوني معي، لا تفكري بشي بدك تقولي. بس أنا متأكد إنه هي عم تدعي لي لأني شفتك. فيكي تدبريها اليوم؟ طارق، وحدة بابا أتغدى معه. خلص أوكي أوكي.
تفضلوا يعطيك العافية. شو استفدت؟ مالك كاتبة ولا جواب صح؟ درسني بجاوب صح. ما قلت لي شو استفدت انك شكيتني لاختي؟ بادية احكي بلا مياعه، وهي الحركات ما لها طعمه وما حتعمل معي شيء. بعدين انا ما استفدت، يا ريت انت اللي تستفيدي. اسمعي باديا، انت السنة 11 بس انت جاي بكالوريا، وهذا الصف مهم كثير مشان مستقبلك لقدام. بعدين انت اساسك بالدراسة ماله سيء، يعني ممكن اطلع دكتورة؟ ليكي انا ما بحب انصح، بس انا لو سمعت نصيحة ابي ما كنت هلأ محشور معك بهالصف وعم حاول اقنعك تدرسي مشان تغيري حياتك. انا لو سمعت منه كنت يمكن هلا بهاواي تحت شي نخلة عم بشرب عصير بجوزة الهند. بتحب جوز الهند استاذ؟ بجوز تطلعي طبيبة إذا حطيتي مخك بمحله مو بمحل تاني. وين المحل التاني استاذ؟ أمل ما في أمل. ما بقدر أخذ القرار وبهذا العمر، مستحيل. أنا ما عم قلك خد قرار، أنا عم قلك حاول. صعب. ليش صعب؟ شو عمرك 100 سنة؟ صدقني إذا أخذت هاي الخطوة هلأ أحسن بكتير من أنك تندم بعد 10 سنين وتقول يا ريتني عملتها. طيب طب شو بدي أشتغل؟ أنت شو حابب تشتغل؟ أنا بحياتي ما فكرت إلا أن أختص جراحة تجميل. طيب ليش بدك تترك المهنة؟ انه قرفت، قليت كل مهنه الى حد، وانا حاسس حالي وصلت للتوب بهي المهنه. فهمت عليك. طيب ليش ما بتجرب تعمل ابحاث نظريه؟ ما بستفيد شيء، ضل بدور بنفس الدائره. شفت، انت مو هي مشكلتك الاساسيه، انت عم تعمل مع حالك مثل ما بتعمل لما بتحكي مع ناديه. شو مشكلتك بالضبط؟ إنه ما عندك أولاد؟ إنك عم تكبر؟ خايف من الوحدة؟ من الموت؟ شو مشكلتك بالضبط؟ أنت حضرتك قبل شوي كنت عم تحكي إنه حياتك واقفة من 7 سنين. شو مفكرة يعني؟ إذا طلقتي يعني في شيء رح يتغير؟ يتغير بجوز شهر شهرين، صدقيني يا أماني بترجعي لنفس الرتابة. ليش بتخاف من الموت؟ إذا كل هالقد الحياة مملة ليش لتخاف من الموت؟ طيب ليش كذبت علي قبل شوي؟ ليش حابب تشوفني؟ معناته في شي ظريف بالدنيا حتى لو كان هالقد قده. هذا الشي الظريف بيستاهل نعيشه مشانه. الحديث طويل هو. كأنك تأخرتي على تايم. شو بقى يا؟ بدي روح ساوي بالبيت إلا إذا انبسطت بدي تجي. يا لطيف شو عندك هلال؟ بشوفك بكرة. ريتا طالع البيت؟ ايه بتاخذيني معك؟ نزليني عند الرازق. الحقيقة في عندي شي بالقصاع وضروري امرق قبل. ما عندي مشكلة، امر معك. إذا بتحب أنا رايح على المسجد باخدك معي. ليش معك سيارة؟ لا بس بناخد تاكسي. معناتها يلا باي باي باي. مامي هلا بتجي حبيبي، هلا بتجي. أنا آسفة كثير اضطريت أتأخر، كان عندي شغل. الله يعطيك العافية حبيبي.
آسفة ماما آسفة، تقبرني إن شاء الله. ليش عم تبكي حبيبي؟ تروح رحنا بالمدرسة يا ماما. وين بنلاقي تاكسي بهالعجقة هلا؟ اي والله عجقة كثير. ليك اجريتا لساتها على الإشارة. ليك؟ تعال نمشي لعند هداك المفرق بعد شوي. منلحق على كذا جهة. في سيرفيس فاضي. تاخذ سيرفيس؟ ناخذ سيرفيس. لا لا بدفع. خلص طلعوا المصاري. تفضل. شكرا. بدك؟ ضبطت معك بعدين قصة مندوب المبيعات؟ عم تصبر، في مشكلة بالدوام بس تنحل. بدهم حدا لسه؟ يعني قصدي لسه في شواغر؟ ما عندي فكرة. نحن ثلاثة يلي نقبلنا من المشفى. يا ريتك قدمت الطلب معنا. ما كنت حاطط بالي اشتغل. هي مرهقة صحيح، ما فيها شيء، بس الفتلة لحالها بتكفي. إذا مالك مضطر بلا. والله هي المشكلة إني مضطر، مضطر كثير. خلص معناتها بكره بسلم. اول يوم رايح عندي مشوار على الشركه. ليش مضطر؟ عم فكر اخطب. انتوا بتضلوا هيك طول اليوم عطالين على بطالين؟ شو عطالين على بطالين؟ لا حبيبتي، بس هلا ما في موسم، تعال شوفي بالصيف المحل عمير اللي غالي. ما في شغل. يا ستي بعد الديجيتال يا دوب حدا يحمل افلام. بس لسه عنا صور للهوية، صور جوازات السفر. والله يخلينا الحفلات والعراس، هدول ما بيبطلوا. لكن المشكلة إنه ابننا صاحب المحل قال ناوي ينفض محل، فأنا ونوار خايفين إنه ننفض معه. شو بده ينفض بهالمحل المحل عين الله عليه؟ شب بأول عمره بده يعمل حاله فهمان دار، قال بده يجيب مختصين يشتغلوا على برامج الكمبيوتر. كل هالكمبيوترات وأنتم ما بتعرفوا تشتغلوا على الكمبيوتر؟ لكن بلا ولو. طبعاً لكن على شو عم نشتغل؟ بس هيك هو قال بده يجدد. بكره بس يجي لكم يعطيكم العافيه. شو رح تعملوا؟ انا عم فكر اشتغل انسة رسم او انسة نشاطات بشي مدرسه. انا ما عم فكر بشي لانه هذا كله لعي فاضي. هذا الكلام له عم يفتل سنه. هو صاحب المحل بيعرف، مشان هيك ما بده يحط تكاليف. بيعرف انه هذا محل تصوير، يعني شو ما بده يجيبه هو نفسه اللي عم يجيبه هلا. لك ما بتعرفي يا الله تحرين دخيلك يعني على هالرات. لحظه اوعي حق الراتب اللي عم ناخده وين ما كان بيعطونا اياه. بس لا تنسي كمان هنادي انه البرنامج اللي عم يطلع لنا من حفلات العراس منيح. انا عن جد شو بدي اشتغل؟ صارتينا يا كيف؟ حقها مصاري هي. عيد البكالوريا. بكالوريا بكالوريا؟ لك ايه عيد البكالوريا فوتي ادب فرنسي ادب انجليزي، بتعرفي قديش حقها حصه الخصوصي تبع الفرنسي للبكالوريا؟ انت جد بشي؟ انا عيد البكالوريا واقعد اربع سنين بالجامعه، هذا اذا ما رسبت ولا سنه. فوتي جامعه خاصه؟ ايه معك حق، عم طفطف مصاري لاني. ولك هبله انا بالعشرين ما فلحت، هلا بدي فلاح. لانك ما فلحتي بالعشرين هلا فيك تحطي عقلك براسك وتنجحي وتبلشي دروس خصوصي من السنه الثانيه احسن من شغلتكم هون. طيب طيب ماشي خلص، انا راح اعيد البكالوريا وادخل ادخل ادب انجليزي واعطي دروس خصوصي بالسنه الثانيه. ماشي عم تاخذك على البكالوريا. هبله انت عيد البكالوريا تروحوا على شي محل يا ريت، وانا اللي عازمتكم خلوه تبين معكم. يلا المهم ما تكون نايم. ما بعرف شلون بدك تفتحي بيت بكره. بس واحد بحب شغل البيت. وين بدك تلاقي لها؟ نزل الاغلاق. بدك نايم. اللي فوق مو مستوي، بلاش بيها على الفرن. ناكل تحت. عمرك. خلص. منرجعها. تجي ناكل مطعمي اللي تحت؟ اكله مو طيب. ليش هيك ريحة البراد؟ شو هالجبنة؟ ورجيني؟ لك لا لا هي قديمة، هذا الصحن الجديد. طيب ما تكبيها. بابا؟ غسلتي ايديكي؟ بابا هلا أنت بتحس إنه لو ما تزوجت لماما و... بقيتوا بس على العلاقة، كنتوا بتضلوا لهلا؟ نعم سالي. لا يعني
ما عم بسأل بشكل عام، لأنه لما بشوف الصور بحسكم قبل الزواج كنتوا كتير مبسوطين، وبعد ما تزوجتوا أساساً ما لكم صور، ما في صور غير إلنا نحنا. ما بعرف، ما بتوقع، هي الأمور صعب تقديرها كتير. شو خطر لك تسألي هذا السؤال؟ ولا شي، ما هيك كنت عم فكر بالزواج بشكل عام. بتعرفي أحدا؟ لا شوي، هو طبيب يعني معنا بالمستشفى، أنا حاسته هيك معجب فيني، أنا هيك حاسة، فخطر لي هيك إنه أفكر بموضوع الزواج بشكل عام. شو اسمه؟ اسمه شكيب، شكيب اسمه. هو قال كان من طلابك كنت تحبه كتير. أنتي حاسة إنه ممكن يكون جوزك المستقبل؟ لا طبعا لا. في حدا حدا مين؟ شو؟ والله كم دقيقة بدها بالفرن؟ بابا إذا الشاب معجب فيكي وآدمي وأنت حاسة حالك ميالي تجاهه فأهلا وسهلا يجي يخطب. بالنهاية أنت بدك تتجوزي، والأفضل أنك تتجوزي من الوسط الطبي وحدا بيفهم مهنتك وطبيعة عملك. يعني هو بالأخير الزواج مهم، وكل الناس تنضرب على قلبها وبتتجوز. كونه أنا وأمك يعني فشلنا بالزواج، فهذا لا يعني إنه الزواج فاشل. في علاقات تنفض. لا بابا، نحن لسه ما وصلنا لهالمكان أبدا. بابا هون بالعموم لازم تحافظي على حالك وتكوني مسؤولة عن تصرفاتك. انت قبل شوي سألتيني عن أمك اللي هي بنت مجتمع مختلف كتير عن مجتمعنا الشرقي. هون الرجال إذا حب بنت فما عنده غير طريقة واحدة ليقرب منها، يدق الباب على بيت أهلها وبس. على كل لسه بكير، ما أفكر أنا بهيك شيء. أساساً أنا ماني معجبة فيه لشكيب، بس هيك خطرت لي الفكرة بشكل عام، إنه ليش دائما بيقولوا إنه العلاقات أحلى من الزواج؟ بابا هذا الموضوع غير وارد نقاشه بدل المجتمع، هذا المجتمع بيرفض العلاقات. هون الرجال إذا بده يتجوز بيدور على بنت يحترمها، وقد ما كان متعلق بمرأة وعمل معها علاقة فهو بأغلب الحالات بكبها. هيك الذهنية عنا، لأنه صعب يفكر فيها تكون أم لأولاده. هاي انت وماما سكنتوا مع بعض 3 سنين قبل الزواج، وليكك تزوجتها 3 سنين بألمانيا مو هون. انت لوين بدك توصلي؟ طب ليش معصب عم نحكي؟ بابا المقارنة كلها مرفوضة، مجتمع مختلف، عقلية مختلفة، ذهنية مختلفة، الظرف كله مختلف. هاي لسه ما حكينا لا عن بيئة ولا تدريس ولا القوانين، كله مختلف، وجاي تقارني علاقات الإنسانية هي بالعلاقات الإنسانية هون. طيب لو ماما كانت سورية كنت تزوجتها؟ بجوز، مو أكيد، والأغلب لا. شغلي هالشواية خلي يستوي هالأكل بقى. من بيت مين ها؟ من بيت مين شكيب؟ شكيب شو؟ بتعرف؟ لازم نعمل حلقة عن الزواج الفاشل، يعني مو بس العلاقات، في لك كثير أنا بالموضوع. إيه بنعمل. مع إنه عندي إحساس إنه أنا وسعد بالأخير الأخير الأخير حنرجع لبعض، حتكون علاقتنا كثير ظريفة. أنت وسعد؟ ليش لا؟ يعني هو لهلا ما طلق وانا ما رفعت دعوى بالمحكمه. لو كان ناوي جد يطلق ما بتوقع. لك شبك انت شبك. يا الله وقت نكون بعاد بحس حالي كثير مشتاقه له، وجاي على بالي اشوفه بحسه كثير ظريف ومهضوم. وقت منصير وش لوش بتعلى. جوز ما طلق لانه ما عنده وقت. شو؟ ما سمعتك، علي صوتك. لك مرت اخوك يا ندل. لا ما في شيء، عم اقول بجوز. يعني انت بتتخيلي بعد اللي صار بينك وبين سعد ممكن ترجعوا لبعض؟ طبعا بالياحة، كل المتجوزين بصير بيناتهم المدابحات. دخيلك ادهام. لك انا شو ناطره؟ ناطره بحس اني انا ما كنت قاعده بالبيت ومرتاحه، وهو الوحيد الجاي تعبان من الشغل ومن حقه يتفشش فيني، وناطره يحس فيني وقت كنت اقول له انه انا بدي مساعده واخذها للانا لعند امي. بس هو شويه وقت وحيحس. هي خلصينا بقى، العريس بده يجي. كنتي لابسه مايو ولا لابسه حجاب؟ يا الله يا نوار الكندره. لك حلو هذا المنطق شوي.
لا حلو تعي نفوت نشوفه في تنزيلات هلا. استني وين بدك تفوتي؟ مو بدنا نتغدى، ما معي وقت يرجع المحل. ايه انباع بالعزة هالمحل، تأخري عليه شوي. لا حرام، امشي مشان هنادي، دخنتها كثير عليها. ايه لانه هنادي بغيابك عم تكسر حجار. لك ادرك هي مبسوطة. ليش ولا كل هالقد انا سميكة ما بنطق لك؟ لا لا بس حسيتها كثير رايقة هي واخوك سعد. لا بول ليش حاكيت لك؟ ولا شيء، ما حكيت لي شيء. مرقت مرتين على المحل كانوا هني قاعدين وحسيت بالمرتين اني تقلعت تاليا. هون لك هذا فصعون صغير كثير عليها. ما بعتقد هي بتكون عم تعمل حالها مصلح اجتماعي وبس. مصلح اجتماعي؟ وليه صاير شيء ما بدك تقولي لي اياه؟ لك لا صاير شيء ولا هم يحزنون، هيك وصلني مسج من شكلهم وهني عم يحكوا. ما بعتقد، كانت حكت لي هنادي هي ما عندها مشكله، بس هي بتعرفي شو طبيعتها، بتحب تاخذ وتعطي كثير مع الناس. بعدين في فرق كثير بيناتهم بالعمر. نوار الله يخليك عيوني، رح تطلع على هالمامتو الله يخليك. امشي نجيبه. معقول مشان هيك ضلت بالمحل؟ لانه قط ما بيهرب من عرس. يلا باي. لوين سارة؟ بدي ارجع على المحل بشوفك بعدين. لك شو بدك فيهم؟ تركيهم ينقطع لساني ساعة اللي حكيت لك. ايه شبكي شبكي، ما رح ساوي شيء، بس انا هيك ما بحب حدا يستغبيني. عينك عينك. يلا باي باي. اسمع لقلك، رح انزل اخذها مشوار هلا، بحكي مع طارق وننزل من كزدرة شوي. انت بتملك كم ساعة؟ ممكن تاخذوها. بناخذها على مول مغلق اخي، ما بتشم ريحة البرد هنيك. بعدين حزير شو هلا بحكي مع ادهم تصلحت سيارته، بيمروا علينا وبدي اخذنا معه. لا بلاها سيارة ادهم، ما بدي اقعد اصير شي معكم. غير شي هي بتضل عم تصلح اكثر ما بتمشي. تقفف لك كمان شوي، شو رأيها؟ والله ما رح انسالها يا هلا أمان. لا والله. امتى بده يجي طارق؟ هلا حكاني من البيت، لسه ما لحق يوصل، بده شوي وقت. زين شو بدي اقول لها؟ هلا مثل ما قلت بين ما طلعوا من هون تصل لراس الشارع وتلاقوا تاكسي بتكون زنطرت من البرد. لا عم تضحك؟ لا اعتب على النسوان انه بيتغيروا بعد ما بجيبوا اولاد. ايه بتغيروا، بس انهم بيكونوا مبسوطين، في جحش عم يأمن لهم كل طلباتهم. اساسا هي شغلتهم وتصفي هالولد وبس. هلا انت بلشت هيك تحس انه قلبك عم ينطوف لما بتشوفها، وبلشت تحس انه هيك عن جد هي بنتك؟ طبعا بنتي يا رجل، بس لسه احساس المسؤوليه اكبر بكتير من احساس الحب. بحبها بس بحبها تكون عند اماني، يعني متطمن عليها. واجي هيك لعبها ساعة قبل ما تنام. عند أماني وعند لينا يعني؟ لا تجيب لي سيرتها لهي مشان يا رجل بحياتي ما حقت. شو؟ شو لا؟ شكلك بتحب الأولاد كثير. والله بتخيلك أب ظريف رغم كل أكل الهوى اللي فيك، بس احتمال تزبط. يعني أنا خطر لي صير تاجر سلاح. لا 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 لا، بس إني صير أب قولي مسيت تقلع. مسيت لك. شفت كيف خفت وتركتها؟ هيك شعوري. هذا أهلا وسهلا، تفضل نقي مستحلي اللي بدك إياه فيك تصرفه بالبيت. لما دخلني ها أنت جبته لحالك. كتير لذيذ بيتك. الخرابة لذيذة كتير فعلا. عن جد بتحسيه كتير كوزي. كيف يعني؟ يعني كيف بدي اقول لك؟ يعني هيك بتحسيه كتير حميمة. فهمت عليك، فعلا حميمة كتير. يا ستي عن جد فظيعين الصبايا. اوقات بيعملوا هيك تفاصيل بالبيت بتحسيها كتير صغيرة وبسيطة، بس بحسيه بصير بياخد العقل من كتر منه حلو. مزبوط. عن جد؟ مزبوط. ايه هيدا من وين؟ لا 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 دخيلك، اتركه 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 معلش، لانه مغطي تحته كتير شغلات كوزي. عن جد كتير حلو، من وين جايبتي؟ لك هدول هيك كنزات صوف قديمه، انا مقصصتهم وجات خيطتهم وعملته. بول خلينا نخلص بسرعه لان انا بدي ارجع. جاي انا بقعد هون وبصلح فيهم على مهل، اصلا بجوز اودي لي جبنيهم ما يشتغلوا. ليك؟ لا انت ليه كلمة لبنانة وكلمة سوري؟ اعتمد لك على شي شغلة. ليكي اذا عن جد مؤخرا انزلي. لا ما فيني اتركها. لا
لا هاي ما حبيتها منك ولو يا هنيدي شو خايفتيني اسرق؟ لا اي صح خايفتك تسرق اليادة العرام تبع القصائص حبه كتير غالي علي قلت لا بس يعني اذا ريما اجيت وشافتك شو بدها تحكي؟ على الاقل هيك ما نضيع وقت ونفوت نعمل الحمام، الحمام عم ينزف حرام، حرام عم ينادي لك يطلع وليش الكل ساكت؟ لأنه أهم شيء تنزلني هيك نزلة بعد يوم بكون مناوب فيه تعبان مو؟ أي والله مناوب مع القاسة جريتا يعرف كل هوا عنجد عنجد مو مناوب مع القاسة جريتا مو هيك اسمه؟ سيدي أحسن ما تكون شوفين أصلاً أنا ما بتتذكروني غير إذا بدكم خدمة لا وبالشدة وبالشدة بتعرفوا صرنا زمان ما لعبنا شدة اي والله شو يا عرب انت بدك تغيرنا ما عم يشي بنت عمك لك شو ما عملت شو ما عملت شيء مالك شو عامل ما عملت شيء على فكره شو ما عملت ما عملت شيء تعال شو قلت زوف امشي امشي ما بتغيري رأيك؟ قومي معي إذا هلأ ما نمتي بابا بدي أقول لك شغلة قومي البسي على الطريق بتخبريني تبلي حالك فاتحة عيادة مشان تتعودي أنا معجبة بشاب المستشفى اسمه طارق طبيب هذا غير شكيب بابا شو شكيب؟ ذا كبيري بعالك برافو بعد نقطت منو شو عمل لحتى تصلحت معه؟ شغلة بسيطة غير ماسورة المي السخنة وبدل الحنفية هي قصة بس شو بدك بالحكي؟ ما في أحلى من إنه يكون في شاب بالبيت أو مصاري ليش ما قلتي له على بلوعة المطبخ؟ خربت قلبك ما أخذت عليه مش لهالدرجة لسه ملي ولا أقول لك لا تقولي له خليها هيك بركي الجيران بيشتكوا على صاحب البيت بيقوم بيصلحها دخلك؟ هو ظريف بالعموم ظريف كتير بس يلعن أبو هالحظ يعني بيجيكي الواحد يا متجوز يا مطلق ومعه هدية على الولاد يا كبير يا صغير يا من غير ملة إنه قديش حلو هيك يجيكي واحد ظريف من نفس ملتك مو متجوز وإذا كان ما بيدخن بيكون ممتاز قديش حلو أنا ما فهمت وين مشكلتك إذا كان صغير لا في حما ولا في حماية وإخواته تقريبا مو متعرفين عليه يعني ما في مين يزن فوق راسك حسبيها حسبتها مو إنه ما حسبته فكرت فيها كتير منيح خاصة إنه معه مصاري هيك مبين عليه ما بعرف ولسه عم تفكري؟ هو مشكلة إنه ولد يعني أنا إذا تجوزته بحس ليكي بحسه مثل ابني المهم إنه بيجيب ولاد وبيدفع فواتير بعدين بيصلح لك كل شيء خربان بالبيت بعدين إذا أخذتيه صغير بتحطي خاتم بصبعتك شبنا أنا بدي أفهم شغلة واحدة بس الرجال كيف يعني يحبوا بنات أصغر منهم بكتير؟ كيف يقدروا يتواصلوا معهم؟ كذبة وحقيقة وتلاقوا بنفس القالب من أول دقيقة كذبة وحقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي بهالقصص العتيقة هوا بلاد الهوى نتمنى نرجع سوا يا ريت الليل ارتوى من الضم الجريئة بدنا هوا مزنون بدنا صفا وسكون لما الحلا بيخون بتموت الحقيقة على الليالي وعلى الأيام على الأمان وعلى الأحلام Oh, 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 oh
شفت وجوه الدنيا تلك كانت رقيقة، دي في العيون بيغرق وما لحقوا تهنوا تفرقوا، أخوي من النوم بيسرق وده يهدى بريئة كذبي وحقيقي من أول دقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي بهالقصص العتيقة.